انطلقت فعاليات مهرجان طنجة للضحك تحت شعار اللي بغى الفرجة يجي لطنجة، بحضور وازن لنجوم الكوميديا والغناء وبحضور الجمهور الطنجي التواق للفن والإبداع. الحمد لله حفل الافتتاح داز في المستوى المطلوب، الناس مشات ناشطة. الأهم حاجة لأن أنا مهرجان الضحك الناس ضحكت مزيان، مشات عاجبة الحال وكتقول أنها غدا إن شاء الله متشوقة باش تجي تحضر، وإن شاء الله يا ربي كنوعد الجمهور أن الدورة الثانية غادي تكون أحسن بكثير إن شاء الله. أولا أنا فرحانة بزاف وحق الله العظيم، وغدا غنصبح صايمة يعني ما كذبتش. فرحانة بزاف حيت ملي كنجي لطنجة كنفرح بزاف وكنلعب وانا فرحانه وحق الله. علاش؟ حيت الجمهور ديال طنجه والله الا كيفهم، كيفهم مزيان. كنت كنخاف من اللغه ديالي كنقول ما غاداش تفهم، وبزاف الناس كيقول لك لا راه خصك تهضري شي كلمات بالطنجاويه باش يفهموك، ولكن لا كيعجبني جمهور طنجه وكتعجبني بزاف مدينه طنجه. وليدي عزيز عليك المغامرات. على مدى 3 أيام سيكون الجمهور على موعد مع عروض فكاهية متميزة لنجوم شباب أبدعوا في مجال الكوميديا. هذه الدورة من مهرجان طنجة للضحك ستكرم أحد أهرامات الفكاهة بالمغرب، ويتعلق الأمر بمحمد الجم.